هعمل معاكم النهاردة وصفة داود باشا بخطوات سهلة وبسيطة، وكمان هقول لكم على أفكار تانية ممكن تستخدموا فيها نفس الوصفة دي بس بطرق مختلفة. فيلا نبتدي. أول حاجة محتاجينها زي ما انتم شايفين نص كيلو لحمة صافي تماما لين، ونص كيلو لحمة تانية بس الغالب عليها هو الدهون. ليه بنخلط الاتنين مع بعض؟ بيدي طعم احلى بكتير للميت بولز او الكفتة الداوود باشا، وكمان بيخليها تفضل طرية ومويست. اول خطوة هننقل اللحمة المفرومة لبول تانية عشان نبتدي نخلط باقي المكونات. هنحط اللحمة، وهنحتاج نص كوباية بصل مفروم ونص كوباية بقدونس مفروم، وهنحط الملح والفلفل على حسب ذوقنا، وبس كده. هو ده البهارات اللي احنا محتاجينها، وهنخلطها كويس جدا جدا لحد ما تتجانس وتكون خليط واحد. الخليط ده ممكن نستخدمه مع سباجيتي، مع صوص كريمي بدل التوماتو صوص، ونقدمه مع ماشت بوتيتوز او رز ابيض. وكده الخليط جاهز، واحنا جاهزين ان احنا نبتدي نشكله. هبتدي اشكلهم على كور متوسطة الحجم، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وانا اوريدي مسخنة الفرن على اعلى حرارة. وليه هعملهم المرة دي في الفرن؟ عشان انا هعمل كمية كبيرة، وفي كمية كمان هخليها فروزن، فبيبقى الفرن اسهل بكتير، وهشرح لكم كل البروسيس. هسيبهم في الفرن من 5 ل7 دقايق فقط، ودي باقي الكمية حطيتهم في صينية اكبر، ودول اللي انا هخزنهم عشان لما اتزنق في اي يوم ما عنديش اكل اطلعهم على طول. وده شكل الميت بالز بعد ما طلعت من الفرن، بعد من 5 ل6 دقايق بكتير على حسب درجة حرارة الفرن بتاعتكم. وكده احنا جاهزين للخطوة التانية. عايزة اقول تيب سريع جدا، لو حطينا الميت بالز على حرارة قليلة في الفرن، المية بتاعت اللحمة هتنزل، وهنلاقي كل الصينية دي مية، واحنا طبعا مش عايزين يحصل كده عشان نحتفظ بالطراوة اللي في اللحمة. هنقل دلوقتي كل الكفتة على جنب، واحط الطاسة او الصينية على النار، عشان انا عايزة اعمل الصوص في نفس الطاسة عشان استغل كل الدهون اللي نزلت من الكفتة. وهشغل النار، واول ما الطاسة تسخن هزود تشيلي فليكس انفيوزد اويل اللي انا عملته معاكم قبل كده، الطريقه موجوده على الاي جي تي في. هيديني سبايسنس قليله جدا او طعم حراق خفيف قوي، مش هتحسوا بيه. لو عايزين اكتر هتزودوا اكتر. هضيف دلوقتي بقى بصله متوسطه متقطعه صغير، هفضل اقلب في البصله لحد ما لونها يبقى اصفر غامق سنه عشان تديني طعم مسكر للصلصه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هضيف بقى عصير طماطم فريش على حسب ما انتوا بتحبوا كمية الصوص تكون قد ايه مع كفتة داود باشا، وهقلب كويس. وبعدين هرجع بقى كفتة داود باشا مع الصلصة. وفي الوقت ده ممكن تبدأوا تدقوها وتظبطوا الملح على حسب ذوقكم، بس هي كده خلاص جاهزة وشكلها يجنن والريحة تهوس. خلاص كده يلا نروح نقدمها. الباقي بقى اللي احنا عملناه نحطه في علب ونشيله في الفريزر اي يوم احنا ما عندناش اكل، نطلعه ونعمله مع اي صوص، مش بوتيتو، رز ابيض، رز بشعريه، سباجيتي، زي ما تحبوا، بس ما تغطوهاش غير لما تبرد خالص. واحنا كده خلاص خلصنا. بنحب ناكلها مع رز اصفر معمول بالكركم، وبنحب معاها كمان لوز محمص او صنوبر حسب المتوفر. وجربوها وقولوا لي ايه رايكم.